فيها نحرق خشب، فيها نحرق خزان، فيها نحرق شجرة، بس دول ما فيها نحرق. بس دول ليب. حضرة المشاغب. الحمد لله على السلامة. ربونا على التحقيق على سكنة بربر خازن على فردان. أنا ويليام على خلفية اللي صار بآخر 5 سنين زلنا فيهم على الأرض بتهمة إنه عم نولع العدلية. مات؟ وين ويليام؟ ويليام وينه؟ الاستدعاء معروف خلفيته مش لانه انحرق دوليب، اول سبب واحد انه كل ما يحسوا وتيرة الشارع رجعت تعلى موضوع 4 آب بجربوا ينفسوها القضاه، عشان بحكي عن كل قبل بحكي عن القضاه، بجربوا ينفسوها بطريقه استدعاء الشباب اللي هن اكيد مثل اكثر الايام معروف من هن اللي بيكونوا محردين. نحن ولا شيء مخبى، يعني انا قبل ما يبلش تحقيق خبرت انه بسيارتي مجيب الدوليب، نحن بنجيب البنزين ونحن اللي بنولعهم، واكيد برضا الاهالي كلهم. يعني عن جد يستحوا من حالهم، شباب عم بتطالب بالحقيقه بانه يحطوها بالحبوس. وين اللي كانوا موقوفين؟ ليش ما بجيبوا اللي كانوا موقوفين؟ عم بيرجعوهم على اشغالهم ولا كانه صار شيء. ان شاء الله يكون موضوع تعيين الرئيس حبيب رزق الله يكون ايجابي يعني، ويحقق وفقا للاصول وفقا لضميره، لانه الرئيس طارق بيطار ويحقق العدليه اللي نحن ما بيقربنا يعني، وما عم ندافع عنه الا لانه شايفين انه عم بيحقق باكبر جريمه وما انه عم بيرد على ولا حدا من السياسيين. اساسا نركز انه تعين قاضي للبت موضوع المحقق العدلي، يروحوا يحلوا موضوع المحقق العدلي، ان كان مرتكب يتحاسب، ان كان مش مرتكب يكفي تحقيقه، طلع قرار ظني بنروح على المجلس العدلي، ساعتها بصير التحقيق علني، بنبطل نتعذب نفسر للناس وللكل انه ليش نطلب هي وليش ما نطلب هي وشو الامور، بتصير كله بالعلن. انه ان شاء الله مدينا 300 تعهد يبلون يشربوا ميتهم.